اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي للصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. كما قال المنشد بذكر رسول الله ينشرح الصدر، وهذه حقيقة يحسها كل مسلم ويعيشها كل مؤمن متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبذكره صلى الله عليه وسلم تنشرح الصدور وإليه تحن القلوب، وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الذي أحسن إلينا وأفاض علينا بالخير العظيم، فلا إحسان ولا إنعام أكرم ولا أعظم من الإحسان الذي أنعم به علينا والذي جاء منه إلينا بواسطته صلى الله عليه وسلم. فبهذا الإحسان وبهذا الإنعام ربى قلوبنا وهذب نفوسنا وعلقها به صلوات الله وسلامه عليه، فتنشرح صدورنا بذكره وتحن قلوبنا إليه وتتعلق نفوسنا به صلوات الله وسلامه عليه، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. وهذا الإحسان الذي هو إحسان الإيمان، وهذا الإنعام الذي هو إنعام التوفيق، هو أعظم أنواع الإحسان وأجله وأكبره وأكرمه. ولذلك فإن قلوب المؤمنين تنشرح وتطمئن بذكره صلوات الله وسلامه عليه وتخفق إليه. وهذا يا إخوان هذا أمر ليس بغريب، إذا علمنا أن التعلق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، تعلق القلوب به صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بغريب. إذا علمنا أن هذا التعلق وهذا الحنين وهذا التشوق قد وجد في الجمادات، قد وجد في من لا يعقل ولا يبصر ولا يسمع، قد وجد في الجمادات فقد تعلقت به وحنت إليه وكلمته صلى الله عليه وسلم. ولا يفوتنكم حديث الجذع المشهور الذي رواه أصحاب الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عند جذع، فلما بني له فلما صنع له المنبر رقى عليه في أول مرة يخطب فوق المنبر، فلما رقى عليه وترك الجذع حن الجذع إليه وأن وخرج منه صوت كما تئن الثكلى، والثكلى معناها المرأة التي فقدت أولادها فهي مكلومة. يقول أبو هريرة راوي الحديث فخرج منه صوت يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويئن حتى سمعه آخر رجل في المسجد، سمع حنينه وصوته وهو يحن إليه. وحديث الجذع في الصحيح، بل قال بعض العلماء إنه من المتواتر الذي يجب الإيمان به ولا يصح أبدا رفضه أو جحده. جاء في رواية الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حنينه وأنينه خرج نزلا عن منبره الشريف وجاء إليه فجعله إلى صدره، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إلى صدره، هكذا روى الدارمي. الدارمي أحد الكتب المعتمدة في الحديث، سنن الإمام الدارمي معروفة موجودة. قال ثم بعد ذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم لو لم أحتضنه لبقي هكذا إلى يوم القيامة، لو لم أحتضنه لبقي هكذا إلى يوم القيامة، هكذا رواية الدارمي رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك التفت إلى أصحابه وقال لهم إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أخير هذا الجذع بين أمرين، بين أن نأخذه فنرده إلى أصله إلى أمه، يعني الشجرة، لأنهم قطعوا من شجرة وجعلوه مغروس في مكان المنبر اليوم حتى إذا خطب النبي يضع يده عليه يتكئ عليه، لأن الخطيب لابد يكون له عصا يتكئ عليها أو مكان يضع يده عليها عليه يده عليها وهكذا. فبني المنبر، صنع المنبر، ترك الجذع، فقال النبي إن الله خيرني أن أرده إلى أمه والله بقدرته يلصقه، هذا هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، أو أن يبقى ها هنا فيكون جزاء فقده لأصله أن الله سبحانه وتعالى يبعثه يوم القيامة ويغرسه في الجنة يكثر ثمره حتى يأكل منه عباد الله الصالحون، فخيره بالفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية أيضا، وهي رواية الدارمي، فخيرته فاختار أن يبقى بعيدا عن أصله حتى يكون يوم القيامة من المغروسين في الجنة ليأكل منه الصالحون ويأخذ من ثمره عباد الله ويستفيد بهذا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جذع لا يسمع ولا يبصر يحن إلى الحبيب، كيف ما تحن قلوب المؤمنين، كيف ما تحن قلوب المتعلقين الذين يعلمون فضله ويدرون سيرته ويعرفون هذا الإحسان الذي جاءنا بواسطته صلوات الله وسلامه عليه.
إذا كان حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري في كتابه الصحيح صحيح الإمام مسلم في كتاب فضائل النبي في باب فضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي فيقول السلام عليك يا محمد. لما كان يصعد إلى الغار يتعبد ويمر من الطريق فكان يسمع من يقول له السلام عليك يا محمد فيلتفت فلا يرى أحدا، ثم يسير فيسمع الصوت، ثم يسير فيسمع الصوت، ثم يلتفت فإذا به يعلم أن الصوت ينبعث من الحجر. فلذلك يقول في الصحيح إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة إذا مررت ويقول لي السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد. وهكذا هذا الجذع وذلك الحجر والشجرة أيضا. يقول علي بن أبي طالب فيما رواه الإمام أحمد في مسنده مسند الإمام أحمد بن حنبل يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء بعض حاجاته فما مررنا بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. قال فما مررنا بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. وهكذا الكون كله متعلق بهذا النبي من شجر وبشر وحجر ومن قمر حتى. فأنتم تعلمون قصة انشقاق القمر الذي طلبته قريش وقالوا لن نؤمن لك حتى ينشق هذا القمر نصفين، فانشق القمر نصفين حتى رأوا جبل أبي قبيس بينهما، يعني شق في جانب وشق في جانب حتى ظهر الجبل بين الشقين. طبعا هذا في السماء، ما هو ما أن القمر كما يقال نزل إلى النبي وإلى عبه وحجره وثوبه، هذا ليس بصحيح، وإنما انشق في سمائه فرأوه. فلما الله سبحانه وتعالى لأجل النبي صلى الله عليه وسلم انشق القمر ومعجزته وقصته من الأمور المتواترة التي أثبتها العلماء في دلائل النبوة وجعلوها ونروها في كتبهم. والحاصل أن هذا الكون كله بشجره وبشره وحجره وما فيه من مجرياته وأفلاكه ونجومه كله مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الإسراء والمعراج وأخبرهم أن هناك ركب من قريش سيطلع عليهم يوم الأربعاء وأنه قد كلمهم وسلم عليهم وقالوا هذا صوت محمد وأنه شرب من قدح على أحد جمال ذلك الركب على ناقة من النوق التي كانت معهم في الركب. فلما جاء يوم الأربعاء وكادت الشمس أن تغرب ولما يطلع الوفد سأل الله سبحانه وتعالى ألا يخزيه فحبس الله تعالى الشمس ساعة، حبس الله تعالى الشمس ساعة. هكذا ينقلب نظام الكون وينتقلب أبراجه ونجومه وأفلاكه لأجل الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ لا مانع أن يقال أن يقول القائل إن الله سبحانه وتعالى إكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم خلق لأجله الكون، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه أن آدم لما اقترف الخطيئة توسل إلى الله وقال يا ربي إني أسألك بحق آدم إلا ما غفرت لي. فقال الله سبحانه وتعالى له يا آدم ومن أين علمت أن لي نبيا اسمه محمد؟ قال يا ربي إنك إني لما أذنبت رفعت رأسي إلى العرش فوجدت على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك ما جعلت اسمه مع اسمك إلا لأنه هو من خيرة خلقك بل هو خيرة خلقك. فقال الله سبحانه وتعالى يا آدم غفرت لك ولأجله خلقتك. هذا حديث صحيح رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه البيهقي وصححه كثير من علماء السنة كالإمام السيوطي الحافظ جلال الدين صاحب الجامع الصغير وكالإمام الزرقاني وكالإمام القسطلاني كالإمام البيهقي في دلائل النبوة والإمام الحافظ أبو نعيم، كل هؤلاء صححوا. نعم بعض العلماء ضعف وبعض العلماء ذكر أن فيه كلام، ولكن الشأن هو شأن أي حديث يختلف فيه علماء السنة، فهذه أحاديث كثيرة يختلفون فيها، هذا يقول صحيح وهذا يقول ضعيف، وهذا شأن المحدثين في المصطلحات المعلومة. الحاصل نحن نأخذ ما صفى ونستمسك بقول من صحح، لأن الذين صححوا لا يستهان بهم، فالإمام السيوطي جلالة وقدرة، والإمام الحاكم جلالة وقدرة، والإمام البيهقي في جلالته وقدره. بل حتى إن الشيخ ابن تيمية رحمه الله في فتاواه في أحد أجزاء الفتاوى قال وروي عن أبي نعيم هذا الحديث ولم يضعفه، وإنما قال ولم يحكم بوضعه في ذلك الموضع، وإنما قال هذا حديث يعتبر كالتفسير للأحاديث الصحيحة. وكذلك ذكر الشيخ ابن تيمية في الفتاوى أنه قال روي أنه كتب على أوراق أشجار الجنة وفروعها وثمارها وقبابها وأبوابها محمد رسول الله.
فالملأ كله يلهج بذكر الرسول، ليس الدنيا فقط بل الملأ الأعلى. يقول روي في الآثار أنه قد كتب على أوراق الجنة وأشجارها وثمارها وجذوعها وقبابها وأبوابها وقصورها كتب عليه اسم محمد رسول الله مع لفظ الجلالة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الكون كله متعلق به، كيف ما يتعلق تتعلق قلوب المؤمنين به وكيف ما تحن إليه، وهذا الكون كله متعلق بالحبيب صلوات الله وسلامه عليه. الكون بما فيه كله متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل وجوده، والكون كله ببشره وأنبيائه ورسله مرتبط بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر القرطبي في التفسير وغيره من علماء التفسير أن اليهود كانوا بالمدينة وكانوا يتحاربون مع الأوس والخزرج الذين قدموا من اليمن بعد انفجار السد وجاءوا إلى المدينة وسكنوا بها وكانت تسمى يثرب. واليهود جاءوا مع تبع الذي جاء الحميري لما جاء إلى مكة، لما جاء إلى مكة كان أراد هدم الكعبة ولكنه أصابه الله تعالى بمرض، فقال له من معه من الكهنة والأحبار إن هذا المرض الذي جاءك إنما هو بسبب نيتك السوء في أن تهدم الكعبة، والكعبة هذه لا تهدم لأن الكعبة هذه سيطوف بها ويجدد معالم دينها نبي يأتي في آخر الزمان، فما يمكن أن يكون لك تسلط عليها، فنوي نية خير. فنوى أن يصلح الكعبة وأن يكسوها وأن يجدد به وأن يصلحها وأن يكرم أهل مكة. لما نوى هذه النية في الليل أصبح الصباح وقد زال عنه ذلك المرض، وإلا كان يسقط منه الدود من أنفه ومن عينه ومن أذنه حتى بقي مريضا مرض شديد. فنوى النية الطيبة، لما نوى النية الطيبة وانقلبت نيته الله سبحانه وتعالى أصلح له جسمه فوصل إلى مكة. لما جاء إلى مكة أكرم أهل مكة وكسى الكعبة وجعل لها إقليدا يعني بابا وقفلا، وكان الكعبة لها كان الكعبة باب كان الكعبة بابين، باب مما ترون الآن في موضع الباب وباب في محاذاته من خلف الكعبة، فيدخل الداخل من باب ويخرج من باب، وكان البابان لائطين يعني لاصقين بالأرض ما كانا مرتفعين، فكان عادتهم يدخلون من الباب الأول ويخرجون من الباب المقابل، فجعل لها إقليد قفل وباب يقفل، وجعل لها كسوة أرسل إلى اليمن من بلاد الجند، بلاد الجند معروفة في اليمن بالحرير والحبرة والبرود والعصاب والعصب والملاءات، فجاء بها ونسج منها ثوب عظيم وبقعد في مكة حتى أتموا نسج الثوب وحتى جعلوه ألبسها وكساها ذلك الثوب، وكان يذبح في كل يوم من الإبل ما يطعم به أهل مكة والقادمين إلى البيت، كل ذلك إكراما لولادة ومبعث هذا النبي الكريم، وهذا قبل النبي بمئات السنين. فلما كسى البيت وانتهى رجع إلى المدينة، جاء إلى المدينة نزل في المدينة، قالوا له الناس إن هذا مهاجر هذا الرسول الذي يكون هذه الكعبة تكون قبلته. فلما جاء إلى هناك كان معه من اليهود والنصارى كثير، فلما وصل إلى المدينة طلب منه من معه من اليهود أن يمكثوا بالمدينة، فقال لهم لماذا اخترتم المدينة؟ بلد موبوءة اسمها يثرب، طبعا أنا أقول المدينة بحسب الآن وإلا هي كانت يثرب، قال لماذا اخترتم يثرب؟ مررنا بمروج ومررنا بوديان جميلة تصلح للزرع وفيها الثمار وأنتم اخترتم هذه البلدة الموبوءة، قالوا لأن هذه البلدة سيكون إليها مهاجر النبي الذي يكون في آخر الزمان، فنحن نريد أن نبقى فيها انتظارا لمبعثه. ففكر هذا تبع ملك اليمن هذا فكر في أن يصنع شيء يتقرب به إلى الله ثم إلى رسول آخر الزمان الذي هو محمد، فهداه تفكيره طبعا بإلهام من الله أن يشتري بيت، فاشترى بيت وجعل هذا البيت في يثرب، ثم اختار رجل ممن بقي بالمدينة وقال له هذا البيت يبقى عندك وأنت ناظر عليه، هذا البيت يكون وقف ومكان وسكنى للنبي الذي يهاجر إلى هنا. فكان البيت هو الذي نزل فيه الرسول وهو بيت أبي أيوب الأنصاري، فما صار لأحد على النبي منا، النبي نزل في بيته، النبي نزل في بيت أبي أيوب الذي هو من ذرية ذلك الرجل الذي جعل له هذا البيت واشترى له هذا تبع وجعله حبسا يعني وقفة لأجل أن ينزل فيه هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال هذا أنا هذه الخدمة التي أتقرب بها لعلي أني أكون من أتباعه ولعلي أن أنال شفاعته ولعلي أن أحشر تحت لوائه. فاشترى هذا البيت الذي هو بيت أبي أيوب والذي قال لهم النبي للناقة اتركوها فإنها مأمورة لأنها جاءت إلى بيته
ونزلت في محله الذي قدره الله سبحانه وتعالى له، كما نقل هذا علماء التاريخ. طبعا هذه من التاريخ تؤخذ، ما تؤخذ من الحديث هذه الأخبار، لكن التاريخ يعني المعلوم والمظنون فيه أنه مدام ما يعارض شيء فهو مقبول كأحاديث، كالأحاديث التي تروى عن أهل الكتاب وغيرهم. الحاصل أنه بقي هذا، أنه بنى اشترى هذا البيت وهيئه ورتبه وجعل عليه قيم ليكون يحفظ هذه الأمانة ويحفظ هذا المسكن ليكون نزلا وسكنا لنبي آخر الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم رجع تبع إلى مكة وطاف بالبيت مرة ثانية، ثم خرج إلى المدينة إلى بلده اليمن لما علم أنه لن يجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يكون من عصر في عصره لأنه بينه وبينه مدة طويلة. فرجع إلى بلاده وصنع قصيدته المشهورة التي يقول فيها: قد كسونا البيت الذي حرم الله ملاء معصبا وبرودا، وأقمنا من الأهلة عشرة، وجعلنا لبابه إقليدا، وخرجنا منه نؤم سهيلة، ورفعنا لواءنا معقودة. وقصيدة طويلة أنا لا أحفظ أكثر، أحفظ منها هذه الأبيات، وفيها ذكر يثرب وذكر ما صنعه وذكر ما جاءه من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كما روتها كتب الأدب والتاريخ وكتب العلم. وهكذا بقي اليهود في المدينة ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فمجيء إلى المهود إلى يثرب إنما هو أمر عرضي، ما هم من أهلها ولا هم منها، وإنما جاءوا انتظارا لمبعث الرسول. وكانوا يقتتلون مع غيرهم، فكانوا إذا تقاتلوا مع غيرهم من الوثنيين من عبدة الأصنام إيش يقولون؟ يقولون: اللهم إنا نستنصر بنبي آخر الزمان ونستفتح بنبي آخر الزمان الذي ستبعثه أن تنصرنا على هؤلاء. فالله تعالى ينصرهم. هذا ما ذكره علماء التفسير كالقرطبي صاحب أكبر تفسير من تفاسير القرآن. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حسدهم وبغضهم لكونه لم يأتي منهم، والله تعالى أراد أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يظهر حقارة هؤلاء، ما آمنوا به وكانوا أول من حاربوا في المدينة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبكت عليهم ويذكرهم بأنهم من قبل كانوا يتوسلون به، ومن أول كانوا يستنصرون به. وهذا معنى قوله تعالى في كتابه العزيز: ومن قبل وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني وكانوا، يعني اليهود، يستفتحون يعني بمحمد على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فهؤلاء قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم وهم مرتبطون به. وأيضا آية أخرى في القرآن، ونحن لا نخرج عن مجال القرآن بفضل الله، أن الله سبحانه وتعالى كان يأخذ العهد والميثاق على الأنبياء وعلى الرسل أنهم إذا بعث محمد وهم أحياء أن يؤمنوا به وينصروه ويؤيدوه ويحاربوا تحت لوائه. وليس هذا فقط، بل قال لهم: خذوا العهد على أممكم وأتباعكم أنهم إذا بعث محمد وهم أحياء أن يكونوا من رفقائه وأنصاره وأتباعه صلى الله عليه وسلم. وقال لهم: وخذوا العهد عليهم، أن يأخذوا العهد على من يأتي بعدهم من خلفهم وأبنائهم أن يكونوا كذلك. وهذا معنى قوله تعالى في كتابه العزيز: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وهو محمد، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم يصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهل هناك وثيقة شرف أعلى من هذا؟ أو هناك تاج أكبر من هذا التاج؟ الكون كله، من هو الكون؟ الكون هل هو المعادن؟ أو الكون هل هو النجوم؟ الكون هو بنو آدم، ولقد كرمنا بني آدم، فالكون كله إنما هو بنو آدم. قيمة الكون بالبشر، لأن البشر هم سادة الكون وهم أئمة الكون، بهم يعمر، والله تعالى جعلهم خلفاء في الأرض، وجعل آدم أبوهم هو الخليفة، وجعل هذا الكون كله مسخر لهم: سخر لكم، سخر لكم، خلق لكم، جعل لكم. فالكون بما فيه من نعم وخيرات وبركات كله مسخر للبشر، والبشر هم سادة الكون. وهذا كل ما في هذا الكون الله سبحانه وتعالى جعله بأمر ابن آدم، وأعطاه هذا العقل ليتصرف فيه وفي ترتيبه وفي تنظيمه وفي تكييفه على الشيء الذي الله تعالى هداه إليه. فالكون مسخر للبشر، والبشر هم سادة الكون. إذن الكون هو كل البشر، والكون هو البشر، ولولا البشر ما كان الكون. ومن سادات البشر؟ هم الأنبياء والمرسلون، لأنهم سادات الخلق، هم أرشدوهم إلى الهدى،
وهم أعطوهم المنهج، وهم جاءوا لهم بالرسالة، وهم علموهم كيفية عمارة الأرض، وكيفية الإقبال على الله، وكيفية التوجه إليه، وكيفية تنظيم أمور الدنيا، وكيفية تنظيم أمور الآخرة. فهم سادة البشر، البشر سادة الكون، والأنبياء والرسل سادة البشر، ومحمد بن عبد الله سيد الأنبياء والرسل بلا إشكال، كما جاء في الحديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أنا أول من يبعث من الأرض ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة ولا فخر. كلهم يحتاجون إلى دعوة يوم القيامة، حتى أبي إبراهيم ولا فخر. أنا بشيرهم إذا يئسوا، أنا خطيبهم إذا قدموا، أنا مبشرهم إذا يئسوا. كل هذا رواه الإمام الترمذي وغيره في كتابه السنن المعروف، وسنن الإمام الترمذي. فالكون للبشر، والبشر سادة الكون، والأنبياء والمرسلون هم سادة البشر، ومحمد بن عبد الله هو سيد هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى ربطهم به وعلقهم به وأخذ عليهم العهد أن يكونوا من أتباعه. حينئذ سار الكون كله محمد صلى الله عليه وسلم، كله محمد صلوات الله وسلم عليه، يعني كله الرسالة، كله الشريعة، كله العبادة، كله الطاعة، كله المعرفة. وكيف تكون هذه الطاعة؟ وكيف تكون هذه العبادة؟ وكيف يكون هذا الإقبال على الله إلا ببيانه، إلا بإرشاده، إلا برسالته، إلا بما جاء عنه؟ فلو عبدنا الله تعالى آلاف السنين، ولو عبدنا الله حتى تتقطع أقدامنا وتنفطر أكبادنا من غير أن نأتي من طريقه، ما نصل إلى الله سبحانه وتعالى. والعبادة مردودة وكلها مطرودة، والإنسان محروم، فأي واصل ما يصل من بابه مطرود، وأي قادم ما يقدم من طريقه محروم، وأي عبادة ما يصححها هو ولا يختم عليها هو ولا تعرض عليه هو، ما تقبل. ولهذا جاء في الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أخبر على لسان هذا الرسول أن أعمال هذه الأمة وأن فضائل هذه الأمة وأن ما يعملونه كله عرض عليه في البرنامج، وكله جاء بين يديه، يعني لأجل أن يجيزه وأن يختم عليه حتى يكون من أعمال أمتي. فيقول: عرضت علي أعمال أمتي حتى القذاء. القذاء هذه الوسخة الصغيرة جدا، زي القشة الصغيرة. حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. هذه الأجور، أجور الأمة يا أخي. الآن نحن في 1400، وكم بقي لقيام الساعة؟ كل هذه الأعمال من حين مبعثه إلى هذا الوقت، إلى ما سيأتي عند نهاية الكون، هذه الأعمال ما جاء وما يجيء وما سيجيء وما جد وما سيجد، كل عرض عليه صلوات الله وسلامه عليه، فرأى هذه الأعمال وعرضت عليه، بل عرض عليه الخلائق، كما رواه كثير من أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الخلائق، وعرضت عليه الفتن، وعرضت عليه القبائل، وعرض عليه، قال: عرض علي كل دجال وكل مضل يأتي في هذه الأمة، اسمه وقبيلته إلى قيام الساعة. كان النبي يعرفهم بأعيانهم وأشخاصهم. وهكذا يا إخواني، الكون هذا كله مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ومن بعد وفي عهده وفيما بعد عهده، فشجره وحجره وبشره وأنبياؤه ورسله كلهم مرتبطون به، متعلقون به، تحن قلوبهم إليه، وتنشرح صدورهم بذكره، وتنشرح صدورهم بذكره، بل ويزول همهم وغمهم ويفرج كربهم بالصلاة والسلام عليه. ولا تنسوا الصلاة والسلام على النبي المشهورة التي فيها حديث الصحابي الذي قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ إلى أن قال له: أجعل لك صلاتي كلها، أنا أدعو الله وأريد أن أصلي عليك ربع صلاتي. طيب، قال له: طيب، وإن كانت تزيد أحسن. قال: أجعل لك الثلث، قال: ذلك حسن وإن زدت فخير. قال: أجعل لك النصف، قال: ذلك حسن وإن زدت فخير. يعني كأن الرجل له وقت يدعو فيه، ويريد أن يجعل من دعائه صلاة على النبي. كم أجعل لك يا رسول الله؟ أجعل لك ربع وقتي؟ قال له: طيب، لكن إن كان تزيد أحسن. أجعل لك الثلث؟ قال: طيب، وإن تزيد أحسن. النصف؟ قال: طيب، وإن تزيد أحسن. وأنا أروي الحديث بالمعنى. قال: الثلثين؟ قال: طيب، ذلك حسن وإن زدت فخير. قال له: أجعل لك صلاتي كلها، مدام كله أحسن في أحسن في أحسن، فحينئذ أنا أصرف الوقت كله في الصلاة والسلام عليك. إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إذا تكفى همك ويكثر رزقك. فبه تنشرح الصدور، وبه تكفى الهموم، بذكره وبالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. فاستكثروا من الصلاة والسلام على النبي، لا أعظم لتفريج الكربات ولا لدفع الملمات
ولا لشرح الصدر ولا لإزالة الغم ولا لإزالة الهم ولا لإزالة البلاء ولا لدفع الشر ولا لجلب الرزق، لا أعظم من ورد الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تحتاج إلى شيخ ولا تحتاج إلى طريقة ولا تحتاج إلى إجازة ولا تحتاج إلى كيفية، بل إن الله تعالى أجاز الكون كله فيها، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما يبقى بعد أمر الله أمر، وما يبقى بعد إجازة الله إجازة، وما يبقى بعد إذن الله إذن. فالصلاة على النبي ما تحتاج إلى إذن ولا إلى إجازة ولا إلى شيخ ولا إلى طريقة ولا إلى كيفية، بل إن الإنسان يقبل عليها كيفما اتفق ويستمسك بها بكل قواه ويجعل له منها ورد في ليله وصبحه وفي كل أوقاته ليقبل على الله سبحانه وتعالى. وهذه المجالس التي نجتمع فيها في الحق وفي الواقع، إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها إن شاء الله مدارس، وأن يجعل هذه المجالس مدارس. إيه معنى مدارس؟ يعني أن نخرج منها بالاستفادة وأن تؤدي ثمراتها فينا، لأننا دائما ننادي يا إخوان وندعو إلى أن هذه المجالس في الحقيقة إنما هي وسيلة، وسيلة إلى مقاصد وطريق إلى غاية. المقاصد والغاية هو الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله والوقوف على باب المولى. المقصود والغاية أن نستمسك بالدين، وأن نربي أولادنا على الأخلاق، وأن نربي بناتنا على الأخلاق، وأن نطبق بقدر ما يمكننا. فاتقوا الله ما استطعتم من سنة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا اجتمعنا في مثل هذه الليلة مثلا، هذه روضة من الروضات، كم قراءة استمعتم وكم آية ذكرنا بها هؤلاء القراء، فهذا قرأ وهذا قرأ وهذا قرأ. هذه مدرسة علم، هذا ينطبق عليه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فنحن تلونا كتاب الله واستمعنا إلى آياته، فلا أعظم من هذا المجلس وأمثاله من المجالس التي يتلى فيها كتاب الله. ثم استمعتم إلى السيرة النبوية التي فيها الشمائل، كيف ولد وكيف تربى، وإن كانت على اختصار لكن من باب التذكير، لأننا نسمعها دائما وهي تذكرنا به، وفي ذلك بركة وخير. ثم إلى قصيدة في مدحه صلى الله عليه وسلم، ومدحه لا شك أنه من أعظم شعائر الدين، فإن الله سبحانه وتعالى تولى ذلك بنفسه وقال في كتابه العزيز وإنك لعلى خلق عظيم. فهل بعد هذا المدح مدح؟ وهل بعد هذا الثناء ثناء؟ ولذلك لما قيل لبعض أهل العلم ألا تمدح الرسول، قال ماذا أقول بعد ما قال الله؟ إيش أقول بعد قول الله؟ أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى في عزيز كتابه عليه فما مقدار ما تبلغ الورى. يقول إيش أقول أنا بعد ما قال الله؟ أرى كل مدح في النبي مقصرة، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى في عزيز كتابه عليه فما مقدار ما تبلغ الورى، ما مقدار ما يصل إليه الورى من المدح والثناء. ولذلك ألصق الناس به وأعظم الناس محبة في ذلك العهد به السيدة عائشة، لما سئلت قيل لها كيف كان خلقه، ما قالت فصلت ولا قدرت أن تذكر هذه الشمائل، بل قالت كان خلقه القرآن. أوجزت في جملة جامعة يحتاج تفصيلها إلى مجلدات وإلى أجزاء وإلى دروس متوالية متواترة. قالت قيل لها كيف كان خلقه، قالت كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، ونحن مأمورون بالاقتداء به. لذلك علينا أن نعلم أننا في مجالسنا هذه إنما نقصد أن نحرك قلوبنا وأن نوقظ نفوسنا من الغفلة التي ضربت أطنابها علينا، فاشتغلنا بأنفسنا وبتجاراتنا وبأعمالنا وبأسواقنا وبأهلنا. فأمثال هذه المجالس نستمع فيها إلى القرآن، ونمدح فيها سيد ولد عدنان، ونتذاكر فيها الإحسان والإنعام الذي من الله تعالى به علينا. لا شك أنها تجذب القلوب، ولا شك أنها تغسل الصدى، ولا شك أنها توقظ النائم، ولا شك أنها تنبه الغافل، ولا شك أنها لا نخرج منها إلا بخير، لأن المجلس أي مجلس من مجالس الخير تحفه الملائكة وتغشاه السكينة وتتنزل عليه الرحمة ويباهي الله تعالى به في الملائكة الكرام. فهذه السكينة وهذه الرحمة وهذا الفضل وتلك الفضيلة لا غنى لنا عنها، أن ننصرف وقد رضي عنا الله، وقد أخذنا من الرحمة بنصيب، وباركت علينا الملائكة ودعت لنا وطلبت لنا من الله المغفرة، والله سبحانه وتعالى أشهدنا على ذلك كما جاء في الحديث اشهدوا أني غفرت لهم. فهذا ولا شك من أجل أسرار وثمرات مجامع الخير التي نجتمع فيها على حب الله
وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله ونتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحفظ هذه المجالس وأن تكثر هذه المجامع وأن تجعل فيها الخير الكبير وأن لا تصرفنا منها إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وجبرت خواطرنا وعلمتنا وفهمتنا ووفقتنا وأخذت بنواصينا إلى الخير وهديت أولادنا وعيالنا وأرشدتهم إلى الهدى وجعلتهم من الناجحين الفائزين بالقبول والإقبال وتماول الإيصال والاتصال يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدي محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.